بالمناسبة هذه القصيدة شي 4 سنوات منذ أن كتبت ولم أقرأها إلا على شاعرتنا السادة ريحانة بشير. تتذكرين؟ نعم. أيام عادا على محبوبة هلعة، أيا معادا على محبوبة هلعا، قل يا ترى هل صبيب الند انقطع؟ أيا معادا على محبوبة هلعا، قل يا ترى هل صبيب الند انقطع؟ من الخميس، من الخميس أرى الواتساب منغلقا، فمن أكلم هذا القلب قد فزع؟ شد الرحالة، شد الرحال إليها ليلة أرقا، كي يطمئن على من حسنها جمعا. ناصحته، ناصحته يا نديما وجدي كن حذرا، فإن عيشي بعيدا عنك ما نفعا. صلها وعدني سليما، زف لي خبرا يغتالني فرحا أو يوقف الدمعا. فطار، فطار والنور منها ظل يجذبه، حتى رأى ملكا من منزل طلعا. فحط في أرضها للحسن مكتشفا، إذا به وجهك القدسي من لمعا. صلى سداسا وظل الجسم مبتهلا، أمام حسنك إن القلب قد ركعا. رحماك زوزو جميل الوصل منتظر، وبعدك اليوم قاس زادني وجعا. هل تسمعين، هل تسمعين أنين الروح يؤلمني؟ هل تذكرين دمي بالعشق كم صدعا؟ قلبي رآك بخير ثم قلت له سلم عليها مريحا صدر من جزعا. وقلت يا ملء صدري قد زرتها، وقلت يا ملء صدري عد إلي كفى، قد زرتها كنت بالإحسان مقتنعا. فقال، فقال لا عودة للصدر تطلبها، معاد عفوا فقد صرنا الغداة معا. تلك التي، تلك التي ملكتني حين سرت لها، من وصلها سرت عنك الآن مرتفعا. إن كنت أن أترك الفردوس تطلبني، والله ما كنت ممن يعرف الورعا. فصحت، فصحت هل خنتني بالشوق يا وجعي؟ ويحي فما كنت لي ندا لمن خدعا. وقلت يا قلب، وقلت يا قلب لا تنسى زيارتنا، ذا منطق العشق أرضى بالذي صنع. ألا سلام على أرواح من عشقوا، وكل من بدعاء العاشقين دعا.